الجنسية الأيسر أقرب، وظن أن لونها مثل لون البشرة، مائلة إلى الحمرة قليلا، وحجمها مثل بيضة الحمامة. وهذا يعني هذا كان علامة، هذا القاسم كان علامة على نبوته صلى الله عليه وسلم، فكان من الصحابة الذي من كان يريد أن يتيقن من نبوته كان ينظر إلى الخاتم، وكان يعرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل رداءه من على كتفه لكي يتيقن قلب الناظر والرأي إليه أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نأخذ بإذن الله تعالى هذا الباب، باب ما جاء في شعر رسول الله، أو شعر بفتح العين أو تسكين العين، كلها جائز. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. وهذا مر معنا أن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان إلى نصف الأذن، وكان مرة يطول عن ذلك، وكان بعض الأحيان جمة، أي تضرب المنكبين. وهذه الروايات كلها الجمع بينها كما قال الشراح أن كل صحابي يصف ما رأى، فأحيانا يكون الشعر لسه قصير فيصل إلى أنصاف الأذنين، وأحيانا يطول يكون ما بين الأذنين إلى الكتفين، وأحيانا يضرب المنكبين وهو ما يقال عنها الجمة. فكل صحابي يصف ما رأى، والشعر يطول ويقصر طبعا مع الوقت يعني. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة قلنا هو ما ضرب المنكبين من الشعر، والوفرة هو ما بلغ شحمة الأذن، فكان الشعر ما بين ذلك، ما فوق الجمة يعني من تحت لسه لم يضرب المنكبين، ودون الوفرة يعني أنزل من الوفرة، أنزل من تحت شحمة الأذن. وقلنا أن الشعر في هذه المنزلة ما بين شحمة الأذن إلى المنكبين يقال لها لمة، يقال له لمة. وفي هذا الحديث أيضا يعني جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد، وكان يغترف منهما جميعا كما قالت في حديث آخر رضي الله عنها. وهنا يعني طيب خلي الفائدة دي في الآخر، فائدة إطالة الشعر يعني، هل هو سنة أم لا، اللي هو تربية الشعر يعني بالمعنى بتاعنا، هل هو من السنة أم لا؟ كلها أحاديث صحيحة، كل ما مضى أحاديث صحيحة، هذا الباب كله أحاديث صحيحة إلا حديث واحد بس هننبه عليه، أو حديثين يعني هننبه عليهم إن شاء الله. الحديث الثالث قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. وقلنا المربوع هو، حد فاكر المربوع يعني؟ الرجل المربوع متوسط الخلقة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الممغط، أو ليس بالطويل البائن الطول ولا بالقصير شديد القصر يعني، بل كان متوسط، هذا هو الرجل المربوع. كان صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، يعني عريض أعلى الظهر، وكانت جمته يعني شعره تضرب شحمة أذنيه، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، وهذا قلنا باختلاف ما رأى الصحابة يعني. الحديث الذي بعده هو صحيح. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد. هنا يصف الشعر من حيث الخشونة والنعومة، قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط. الجعد يعني شديد الخشونة
والصمت شديد الاسترسال والنعومة. يعني كان بين ذلك، كان رجل يقال عنه رجل الشعر، يعني متوسط ما بين الخشونة والنعومة. كان يبلغ شعره شحمة أذنيه، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده، وهذا الحديث اختلف المحدثون ما بين تصحيحه وتضعيفه، فمحقق النسخة التي معي حكم عليه بالضعف، لكن الألباني رحمه الله صحح إسناده. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها. ومدار التصحيح والتضعيف على مجاهد. مجاهد هذا تابعي، اختلف هل هو سمع من أم هانئ الصحابية ولا. أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، يعني أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صحابية طبعا أسلمت، وهي التي روت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات يوم الفتح، وكان في بيتها يغتسل صلى الله عليه وسلم. فاختلف هل مجاهد سمع من أم هاني ولا لا. الإمام البخاري رحمه الله قال لم يسمع، أو لم يدرك مجاهد أم هاني، لم يدرك مجاهد أم هاني فلم يسمع منها، ولكن قال يحتمل أنه سمع منها، لأن مجاهد ولد في عام 20 وهو مكي، وأم هاني مكية، توفيت يعني متأخرا، فتوفيت وكان عمره يعني تجاوز 20 عام، عمر المجاهد تجاوز 20 عام، فربما يكون سمع منها الحديث، فاختلف. لذلك الألباني رحمه الله قال الحديث صحيح، قال الحديث صحيح. على كل حال، هو اختلف بين تصحيحه وتضعيفه. فأم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة، يعني في مرة من المرات، والمرات التي قدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة 4 مرات. المرة الأولى كان في عمرة القضاء أو عمرة القضية، لما صدوا عن البيت وعملوا صلح الحديبية، فاعتمروا بعدها عمرة اسمها عمرة القضاء عشان يقضوا العمرة اللي فاتت التي صدوا فيها عن البيت. المرة الثانية يوم فتح مكة، والمرة الثالثة في عمرة الجعرانة، والمرة الرابعة والأخيرة في حجة الوداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة 4 مرات بهذا الترتيب بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. ففي هذه في مرة من المرات تقول أم هانئ: قدم علينا مكة قدمة وله 4 غدائر، يعني كان شعره 4 ضفائر، كان شعره 4 ضفائر. الغدائر يعني هي جمع غديرة، ويقال عنها ضفيرة، أو يقال عنها ذؤيبة، تجمع على ذوائب، ويقال لها أيضا عقائص، عقيصة أو عقائص. فهي تقول أن كانت له 4 غدائر صلوات الله وسلامه عليه. والحديث كما قلنا اختلف في تصحيحه وتضعيفه. الحديث الذي بعده ما هو صحيح؟ قال الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد ابن نصر، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه، إلى أنصاف أذنيه، بمرة كان إلى أنصاف الأذن، ومرة كان ما بين شحمة الأذن إلى المنكبين، ومرة كان يضرب المنكبين وهو الجبة، وهو أطول شيء ذكر في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده، قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن ابن يزيد عن الزهري أنه قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يعني يرسل شعره، يتركه هكذا من وراء رأسه، كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يعني يجعلونه فرقتين، يعني فرقة على اليمين وفرقة عن الشمال. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب صلى الله عليه وسلم موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، لأن أهل الكتاب
يعني أقرب إلى الوحي من المشركين، عندهم كتاب، فالأشياء التي يفعلونها يعني تكون أقرب إلى الوحي، تكون جاءت من السماء، لأن عندهم كتاب، بخلاف دين المشركين. المشركون دينهم دين مخترع، يعني تخلقونه من عند أنفسهم، فكان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء صلى الله عليه وسلم. ومن هذا سد الشعر، فكان يسدل الشعر كما كان يفعل أهل الكتاب، بينما كان المشركون يفرقون رؤوسهم فرقتين. قال: ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، أوحي إليه، يعني كما قال أهل العلم، أوحي إليه بوحي أن يوافق المشركين في تفريق الرأس، فكان يفرقه من منتصف الرأس، يفرق شعره فرقتين صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجوع من السدل، من إسدال الرأس إلى التفريق، كان بوحي. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وكان الفرق آخر الأمرين، يعني آخر أمري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مات وكان يفرق رأسه فرقتين. الحديث الأخير في الباب وهو حديث ضعيف كما مر معنا، لأن برضه نفس العلة فيه، مجاهد عن أم هانئ. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربعة، يعني عنده أربع ضفائر. وقال أهل العلم: جعلها أربع ضفائر حتى لا يتشبه بالنساء، يعني إن صح الحديث عندهم جعلها أربع ضفائر حتى لا يكون في تشبيه بالنساء. وفي ضابط لمن أراد أن يربي شعره، أو يعني إحنا بنقول عليها إحنا في لغتنا يربي شعره، أو يعني يطلق شعره إن صح التعبير. أولا يعني موضوع تربية الشعر، هل هو سنة أم لا؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل قال: هو ليس بسنة، يعني ليس سنة نتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، وإنما هو عادة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق شعره أو كان يربي شعره هكذا، عادة القوم، عادة القوم هي كذا، ولكن هي ليست سنة متبعة دينا، فالإنسان يراعي في مثل هذه الأمور عادة الناس، كطريقة الأكل وطريقة اللبس، زيها زي اللباس. في بعض اللباس يعني ما ليس هو بحرام، ولكن عادة الناس في هذا الزمان يلبسونه، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، لأن عادة القوم في ذلك الزمان أنهم كانوا يتعممون، يلبسون العمائم. وكذلك اللبس، طريقة اللباس التي مرت معنا، وأنواع اللباس كلها كانت من عادة الناس. فالإنسان يراعي الزمان والمكان الذي هو فيه. لو عادة الناس في الزمان اللي هو فيه يربون شعورهم، يربي شعر، لكن لو عادة الناس أنهم يستنكرون هذا الأمر فلا يفعل ذلك، بحجة أنها سنة. لا، هذا ليس سنة، بل قد يكون الأمر فيه يعني شذوذ عن الناس، ومخالفة عادة الناس ليس مطلوبا، بل المرء مطلوب منه أن يكون يعني هيئته كهيئة القوم، ما لم يكن حراما، ما لم يكن حراما. طيب، إذا أراد الإنسان أن يربي شعره فليفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يغطيه بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يغطي شعره بشيء، ولا يتركه هكذا، يعني يباهي به الناس وهو ماشي وهو جاي، شعره يعني واضح إن هو يعني مربيه بشكل ملفت. فإذا أراد أن يربيه فليغطيه، يغطي شعره بشيء، ويعتني به كذلك، حتى لا يعني يتشبه بالنساء، وحتى لا يعني يقع في المحظور. وكذلك عندنا فائدة في أو ضابط في التشبه بالنساء. يقول أهل العلم: إذا كان طول شعر الرأس لم يتجاوز حد العنق، يعني حد الرقبة، فلا يدخل في التشبه بالنساء، لأن غالب شعور النساء أنها تتجاوز هذه المنطقة. والعكس بالعكس، لو المرأة قصت شعرها إلى حد العنق فيها تشبه بالرجال، فمطلوب من المرأة أن يكون شعرها طويل، وهو من محاسن النساء. فلذلك يعني هذه القصة التي انتشرت عند النساء في زمن من الأزمنة
انها تجعل الشعر الى منتصف العنق، هذا في نوع من التشبه بالرجال كما قال اهل العلم. وبهذا يعني نكون قد اتينا على هذا الباب، باب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبه الحديث بتاع ام هانئ الذي فيه خلاف بين صحيح تضعيفه، ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد صححه، وكذلك غير واحد من اهل العلم صحح اسناده، انه كان عليه الصلاه والسلام له 4 ضفائر يجعل شعره، 4 ضفائر. طيب نكمل معنا وقت ولا نكتفي بهذا القدر؟ اللي عايز يكمل اذكار الصباح